جايه من حي الانبعاث ماشي من القريه. انا تفرجت في الفيسبوك تفرجت الجريمه كيفاش شفناها في النهار الاول في لومبيلونس كيفاش غاده ومتبع الاحداث وعاود شفت دابا مؤخرا كيفاش اعاده الجريمه. اللي بقى فيا هو ان المجرم ما خايف ما مباشر ما تي حاجه كان الامن ما كاينش هذه من جهه صار الهضره والثانيه بان المدري اللي مات هالجنوي وتيتقاتل معاه بالسيوف زعما بحال اللي انهم شي حرب ما كاينش هاد الهضره. خاص الامن يتحرك خاص الامن يتحرك ويتحرك قبل ويشوفوا الحاله ديال هذوك المجرمين. بعدا اولا علاش هما ولاو مجرمين؟ علاش هما مراد؟ علاش وصل بهم لحقت لهاد الدرجه؟ خاصهم علاش وصل بهذوك الدراري لحقت لهاد الدرجه بيناتهم؟ اشنو بالضبط اللي كاين؟ خلينا من الهضره الخاويه فيها الطبيب فيها سيكو فيها بزاف ديال الحوايج. الناس التفتوا لهذا الشيء راه ولات عندنا حرب اهليه خصكم تعرفوها وهذا الشيء غيولي عندنا حقد مع الامن وما بغيناش نوصلوا لهذا الشيء. والله يرحم لكم الوالدين. شكرا. يا الحركه شنو هو المتطلب ديالكم من هذه المسيره هذه؟ واحد الرساله من يا اهل الصحف والمجلات ويا اهل الشاشات والقنوات اننا ما جئنا الى هذه التظاهرات الا بغيه الامن والامان والسلم والسلام. لو كان هذا الامن هذا كامل كان نهار جريمه ما كانش طيح الروح ما كانش طيح الروح ما كانش طيح الروح كون كان 10%. اسمع قال الله عز وجل لو شارك اهل السماء والارض الاعلام شارك الامن مشارك وزاره الصحه مشاركه لو شارك اهل السماء والارض في دم امرئ المسلم في دم روح وحده لا كبهم الله في النار. الروح كطيح ولم قلت واحد ما كيحرك الساكن الروح كطيح. هادشي اللي كاين دابا كان العشر ديالو الربع ديال الربع ديالو والله ما طيح الروح ولكن هادشي ما كاينش.